وقوفا مع دولة الكاميرون الجارة والشقيقة في فقدان حجلا لوزيرها المندوب بجانب وزير الشؤون الخارجية المكلف بالعلاقات مع العالم الإسلامي آدم غرغوم الذي رحل عن عالمنا الاثنين الماضي، وصل وفد كبير ضم نواب بالبرلمان ومستشارين يتقدمهم وزير البنية التحتية والنقل أحمد أبكر الجد إلى مدينة كسري الكاميرونية لتقديم تعازي الحكومة التشادية، في مقدمتها رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إدنو إلى الحكومة الكاميرونية وأسرة المرحوم. هذه الوقفة الأخوية للدولة التشادية مع شقيقتها الكاميرونية تسجل في دفتر المواساة والترابط الذي يتقاسمه الشعبان والحكومتان اللتان تربطهما صلة الجوار والتداخل القبلي وأواصر التاريخ المشترك. الفقيد الوزير آدم غرغوم من مواليد مدينة كسري الحدودية مع تشاد في العام 54 و900 وألف على رأس هذه الوزارة منذ 24 عاما، وقد عمل ولعب دور هذه المدة دورا مهما في توطيد العلاقات بين بلاده والدول الأخرى خاصة العالم الإسلامي الذي يحمل حقيبة العلاقات معه. دولة الكاميرون ودعت وزيرها ووري جثمانه الثرى بالعاصمة ياوندي، وما زال الحزن يخيم على الدولة وخاصة مسقط رأسه مدينة كسري. وزير البنية التحتية والنقل أحمد أبكر الجد وفي طريق عودته إلى العاصمة نجمينا توقف بمعبر انجيلي حيث شاهد التجاوزات التي يقوم بها أصحاب سيارات النقل خاصة في توسيع حجم صناديق الشاحنات، وهذا ما يضر بالطريق العام بسبب زيادة الوزن وتسببه للحوادث.